طلع هذا السيستم معطيني هون معطيني 1 زائد جي اوف زد جاذب. بس ايش بنلاحظ فيها؟ كي شو الكي هاي؟ بروبورشنال كنترولر. بروبورشنال ديجيتال كنترولر احتمال، لانه احتمال هذا السيستم اصلا هو الشكل التالي، انه دي ستار اوف اس اللي هي دي اوف زد كي. بعدين عندي هون ندخل الزيرو اوردر هون في داخلها، فصارت عندي هون جي اوف زد. هاي كانها هي هاي السيستم هون، وهاي حتكون دقيقه لازم. اوكي ماشي واضح؟ هاي اصلها هو ما في بالسؤال، هو مش حاكي هيك بالسؤال، هو بس معطيني 1 زائد جي اوف زد بتساوي هيك. وايش سالني؟ ايش السؤال اللي طالبه مني؟ قيمة كي اللي ايش تعمل؟ خلي السيستم ستيبل. وين كي؟ انا استنتجت استنتاج رجعت رجوع فيها، استنتجت انه هذه عبارة عن ايش كانت؟ كانت عبارة عن يونيتي فيدباك 1 زائد كي، لأنه هاي صارت كي جي اوف زد على 1 زائد كي جي اوف زد. فصارت الكاركترستيك ايكويشن تحت هي 1 زائد كي جي اوف اس او جي اوف زد عفوا. هلا اذا كيف بدي اكمل؟ بدي اطلع الكاركترستيك بولينوميال. كيف بطلع الكاركترستيك بولينوميال؟ بدي اخذ الان 1 زائد جي اوف زد، شو بتساوي؟ بدي اخذ هاي اطلعها هون 1 على 1، فبصير عندي محل الواحد اللي هون بصير عندي زد سكوير ماينس 1.2 زد بلس 0.2، وفوق شو بضل عندي؟ زائد كي 0.2 زد زائد 0.5 كي، تحت شو بضل عندي؟ زد سكوير ماينس 1.2 زد بلس 0.2. هلا هذا الكاركترستيك ايكويشن بايش بدنا نساويها؟ صفر زيرو. طب انت هاي بتساوي زيرو؟ النيومريتر. ها النيومريتر الحل النيومريتر. الدينومينيتر ايمتى هذا بيساوي زيرو؟ الدينومينيتر ايش؟ انفينيتي. هذا ما بيهمني هون، انا بيهمني هذول القيم، قيم زد اللي هون اللي بتعمل هذا زيرو. اذا الكاركترستيك ايكويشن اف اوف زد صارت بتساوي زد سكوير، بعدين ايش معاملات زد؟ 0.2 كي ماينس 1.2 0.2 كي ماينس 1.2 هاي معامل زد، والكونستنت ايش؟ 0.5 كي بلس 0.2 هذا بيساوي زيرو. هل A2 ايش بتساوي هون بالحالة هاي؟ 1. A1 شو بتساوي؟ 0.2 كي ماينس 1.2، و A0 شو بتساوي؟ 0.5 كي بلس 0.2. هل A1 بوزيتيف؟ A2 بوزيتيف؟ إذا ما في حاجة أعمل شيء، لو كانت A2 نيجاتيف شو لازم أعمل؟ أضرب كل هذا في ماينس 1. إذا أول شرط، إيش أول شرط؟ إنه f of 1 شو بدها تساوي؟ شو بدها تكون أكبر من؟ زيرو. f 1 شو بتساوي بالحالة هاي؟ هون بعوض بصير عندي 1، هون 1 بصير عندي 0.2 كي ماينس 1.2، وهون بعوض هون بعوض شيء خلص باخذها زي ما هي، بصير عندي 0.5 كي بلس 0.2، بدي اياها تكون أكبر من زيرو. هلا بنجمع التيرمز الكونستنت بصير عندي 1 ماينس 1.2 بصير عندي ماينس 1 بلس 0.8 ماينس لا ماينس 1.2 بلس 0.2 ماينس 1 زيرو 1 ماينس 1.2 بلس 0.2 مضبوط. فبصفي عندي الهاي 0.7 كي اكبر من زيرو. شو يعني؟ كي اكبر من زيرو، احنا اصلا هذا عارفين، لانه لو كي ما كانش كانت نيجاتيف صار عندي نيجاتيف صار عندي بوزيتيف. اذا هذا اول شرط ما فادني شيء كثير. ثاني شرط اللي هو اف اوف ماينس 1 شو بده يكون؟ كمان اكبر من زيرو. اذا عندي اف اوف ماينس 1 شو بيساوي؟ 1 ماينس 1 تربيع 1 زائد بعدين ناقص ماينس 0.2 كي بلس 1.2 وبعدين بلس 0.5 كي بلس 0.2 بدها تكون اكبر من زيرو. عندي 0.5 كي ماينس 0.2 بصير عندي 0.3 كي، وبعدين عندي 1 بلس 1.2 بصير 2.2 و0.2 2.4 بدها تكون اكبر من زيرو.
إذا 2.4K بتكون أكبر من 1K. بصير عندي 0.3K بتكون أكبر من minus 2.4. إذا K بتكون أكبر من minus 0.8. هل هاي فادتني شيء؟ ما لها معنى. يعني ما فادت، ما أعطتنيش معلومات جديدة. أنا أصلاً عارف إنه K بتكون positive. فإذا K أكبر من minus 0.8 هو أصلاً هذا مشمول إنها تكون positive. إذا هاي ما استفدت منها. الشرط الثالث. A نوت أصغر من تكون أصغر من A2. A2 نوت اللي هي عبارة عن 0.5K plus 0.2، بما معنى بدها تكون أكبر من 0.5K plus 0.2 بدها تكون أصغر من 1، وكمان لازم تكون أكبر من ناقص 1. مظبوط، ما تنساها هاي. لما بقول انه اشي الابسولوت فاليو تبعه بده يكون اقل من اشي، معناها ما بكفي اني اقول انه A نوت لازم تكون اصغر من A2 كبوزيتيف فاليو، لازم تكون ما بين ال A2 عباره عن 1 بالحاله هاي، مش هيك؟ اذا بدها تكون اقل من 1 واكبر من ناقص 1. خلينا نزل نفحص هذول، ناخذ الشرط، مين الشرط اللي راح ينفعنا يفيدنا؟ الواحد. اذا هذا الشرط اللي راح يفيدنا 0.5K اذا تكون اقل 0.2، بتروح هناك شو بتصير؟ minus 0.2 بضل عندي 0.8، فكيف بدها تكون اقل من 0.8 على 0.5 اللي هي 1.6 اصلا، مضبوط؟ وهي راح تعطيني بس انه اكبر من هذا، فبصير عندي كي اكبر من 0 اقل من 1.6، هذا هو الشرط للستابيليتي.